تدريب على الصلاة غير تدريب على الصيام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أمرنا بأن ندرب أبناءنا على إقامة الصلاة في سن العاشرة، أما في سن السابعة فيعني يدعون إليها ويرشدون إليها باللين، باللين وبالتي هي أحسن. شيخنا بماذا تنصحنا؟ كان كثير أمهات وأباء رأهم يشوفوا فينا ونحن في شهر الصيام شهر الفضيل، وش تنصحنا يعني في تعاملاتنا مع أطفالنا حتى نعودهم على الصيام؟ هي لا نتصور أنه صيام الأطفال يعني شيء بمعنى أتوا بشيء جميل جدا، وأنه متى صاموا فمعنى ذلك أنهم على الاستقامة وعلى الطريق الصحيح، وإنما يعني يدربون على هذه الفريضة. وكثير من الأطفال هم من تلقاء أنفسهم لما يشوفوا الوالدين تحهم ولا الإخوات تحهم الكبار دو يصوموا يحبوا يقلدوا، يحبوا يقلدوا. لماذا؟ لأنهم في المساء يجلسونهم مع المائدة أحسن من اللي وكلوهم قبل الإفطار قبل المغرب، ويقولوا روحوا الحجرة تاعكم ويغلقون عليهم الباب، فيحب الطفل يحضر، يحب يحضر مع في اللمة يعني مع الأسرة يشعر نشوة. فبالتالي هم يبدأوا وحدهم يقلدوا في الآباء ويحاولوا يصوموا. على الأولياء أن يتعاملوا مع هذه الرغبة بفطنة، كيف أن نشرح لهم معنى الصيام، لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصيام، يعني من أجل التقوى، من أجل أن نشعر بالفقراء والمساكين. قلوا يا بني شوف لما تصوم ويعني تضرب عن الطعام والشراب تشعر بالجوع؟ قال نعم. تشعر بالتعب؟ قال نعم. قال هكذا الفقير جارنا فلان ولا هكذا يعانون، ولا هكذا يعانوا بعض إخواننا المسلمين اللي راهم مشردين وراهم يعانون الجفاف، ولا يعني المشاكل ربما مشاكل أمنية راهم يعانوا منها. قال هكذا يعانون. كذلك قال الصيام يعودنا على الشعور بالآخر، كي نقولوا نشعروا فنقدم له مساعدة، فخصوصا إذا يعني كانت الأم ذكية وأعطت بعض الطعام مثلا وقالت له يا بني خذه إلى الأسرة الفلانية باش يأكلوا كما رانا ناكلوا حنايا مثلا ويكونوا في نفس مستوانا. نعم، يبدأ هذا الصبي هذا ولا الطفل يبدأ يتعود هذه القيم الجميلة يأخذها من الأسرة تاعه، لكن بشرط أن يكون تقريبا يكون وصل إلى السن العاشرة، السن العاشرة فما فوق.